أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، ووصلنا معاكم لفقرة معلوماتي. فخلونا الأول نرحب بنجوم اللي مشرفنا ومنورنا، أستاذة ريهام، أهلا وسهلا بيكي. مساء الفل. مساء الفل يا إبراهيم، أخبارك إيه؟ الحمد لله، كله تمام؟ الحمد لله. أستاذ أحمد شوقي، أهلا وسهلا بيك أبو الشوق. أزيك يا كابتن هيما، أخبارك إيه؟ أخبارك إيه، تمام؟ كله زي الفل الحمد لله، تمام. أستاذ أحمد عبد الباسط، حبيب قلبي، أزيك يا صديقي العزيز؟ يا مساء الفل، كله حلو؟ كله زي الفل يا رب دايما. معلوماتي بادئ زي بدء. ها احنا لينا عزومه، صح؟ انا وانت معزومين كده كده، صح يا ريهام؟ كده كده طبعا، صح. كسبانين. عزيزي المشاهد اللي كنت موجود معانا حلقه الاسبوع اللي فات، كان معانا الاستاذ احمد عبد الباسط بشحم ولحم، وقال قائمه المتهرش في ايدك، تهرش في ايدك، تهرش في ودانك. ارد بس، ارد بقى، تحكيش عليا. ارد او انت كمان ليك حق؟ ارد. لا ارد، ارد بس بقى. وقال قائمه المنتخب، قلت له انت بتقول قائمه المنتخب بدري، هيحصل متغيرات كتير. فالراهن، قال الراهن على ايه يا باشا؟ على عشو. حلو الكلام، كلام عظيم. اذ بالقائمه بتاعه فيتوريا تنزل، ماشي؟ اولا انت قلت الاربع حراس مرمى، قلت مين؟ اقول لك انا بس واحده واحده بقى. طب ما اقول بس ارده. لا اخلص اللي عندي. انت كسبت من فضلك. ماشي، اتفضل. محمد الشناوي. ايوه، احمد الشناوي، تمام، وابو جبل، ومحمد صبحي. ومحمد صبحي، تمام. خلاص الاربعه، انت قلت اختار منهم ايه؟ هو اختار ثلاثة. اختار ثلاثة. انت حطيت واحد زوادة. مش محطط واحد زوادة، انا قلت لك متغير مصطفى شوبير، ما يدخلش مصطفى شوبير، يدخل محمد ابو جبل. فراجل واحد زيادة. طيب ماشي، كمل غيره. ده بسم الله الرحمن الرحيم. غيره الدفاع. هل يا استاذ الشوقي في احمد حمدي بتاع مونتريال؟ لا. لا. هو ده في الحراس، انت خلاص الطب. لا سيبنا الحراس، سيبنا الحراس. في ثلاث لعيبة في القايمة، هل كان فيهم غنام؟ مثلا زاد على 24 بتوعي. هل فيهم ناصر منسي؟ لما تبقى ها ناصر تعبان وحجاز اتصاب، يبقى في كام؟ طيب ليك 10، خلاص يا فول وطعميه، طالما انت ايه ما بتشغلش الصف. يا عم تحت مشاوي هنا فول وطعميه يا حبيبي. انا موافق، دفعوني. انا موافق فول وطعميه. فين التفاجر ده اصلا يا سيدي؟ فول وطعميه، فول وطعميه. اتفقنا يا عم انت، ماشي. بس توفي بال لا لا خلاص، ده احنا بقالنا سنتين ونص بنحضر هنا رهانات وما بنتعزمش. بص انا اقول لك، في مكان كبير جدا عمال يقول لي هات الكابتن ابراهيم عزيز. فانا عارف والله، ده والله العظيم والله لسه قايل لي قبل الهوا، قال لي هتيجي على 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 ان انا داخل. بس انا اقول لك على حاجه، تقسيمه القايمه انه هيلعب الماتشين بقيمتين مختلفتين حصلت. حسين الشحات اللي الناس طلعت قالت انفرادنا بيه، احنا قايلينه. كهربا اللي الناس طلعت قالت انفراد، هو اصلا كان في المعسكر اللي فات، مش اول مره انضم للمنتخب. اه عبد الباسط، انا ركز في الكلام. اه انت بتقول القايمه بدري اوي. ده خد بالك الشناوي كمان في القايمه. يا ابني انت بتنافس نفسك، مش كده؟ بتقول القايمه بدري شويه. أوه. في متغيرات اصابه، عشان ادي نفسك فرصه. عشان هم ليه قبلها بيومين بثلاث ايام، مش قبلها ب 10 ايام، فيتصاب حجازي، يتصاب ناصر منسي، فتحسب عليه. هم اللي بيعلنوا متاخر، لان انا طالع الجمعه، هطلع الجمعه اللي بعدها، فاعلنوا يوم الاربعاء كمان لعيب عندهم. هم اللي لا بس هو صح برضو ان هو بيسبق بدري يعني، وبعدين مش اول مره يعملها يعني. بدري قوي او مش اول مره؟ صحيح مش اول مره. لا يعني بسط متميز جدا في الجزء ده. مش اول مره يعني، الراجل بيعمل شغل جامد. ايوه مش اول مره يسبق. ايوه ما انا عارف، ما مش اول مره. ده مش اول مره بس خلاص كده هتتعشى. خلاص مش مهم، المهم ان ناكل. الكلام الحلو ده عشاء حتى لو انا اللي كسبان. لا ما فيهاش مشكله، انا اللي هعزم. سيدي ما فيهاش مشكله بتاعتي يعني، عزومه عبد الباسط. لا احنا بنتلكك لك يعني، الثلاثه زياده دول مش حاجه يعني، احنا اتفقنا بنلعبك يعني. حبيبي انا الثلاثه زياده عليك مش حاجه يعني، احنا بنلعبك. طيب معلوماتي، يلا بقى تاني. احنا رحنا قبل كده. ها وانت عملتوها؟ والله. طب نسيت بقى، طب تاني بقى تكسفوني. طيب يعني معلوماتي سبيشال. ورق ورقنا والدفاتر دفاترنا والبرنامج بتاعنا، مش مشكله يعني. ريهام اتفضل. خلينا نتكلم طبعا اهم حاجه عن معسكر النادي الاهلي. الجماهير محتاجه ان هي تطمن على المعسكر وكواليسه وحاجات تانية جنب المعسكر، وهي المعد النفسي اللي الناس بتسال دايما بيعمل ايه وايه دوره مع النادي الاهلي. الاجواء جوه المعسكر هاديه جدا يا ابراهيم. كولر اتكلم مع اللعيبه كتير جدا قبل السفر وبعد السفر. اللعيبه معنوياتها عاليه، رايحين عايزين يكسبوا المباراه حتى هناك في المغرب، برغم كل الاحداث وبرغم كل حاجه. كولر عمل جلسات كتير جدا مع علي معلول، وقدر ان هو يحتوي اللاعب ويحتوي حزنه بعد الخطا اللي حصل خلال المباراه اللي فاتت.
هنيجي نتكلم بقى على دور المعد النفسي، وخصوصا ان احنا لو تفتكر كنا اتكلمنا قبل كده عن عدم سفره مع الفريق، لكن في الوقت الحالي هو دلوقتي موجود ومتواجد بالفعل مع الفريق. دكتور احمد هناك بيعمل ايه بقى مع التيم، يعني خاصه قبل مباراه الوداد دي تحديدا؟ المعد النفسي اجتمع مع اللعيبه، بيعمل جلسات معاهم. الجلسات دي بتكون عباره عن تاهيل نفسي لاحداث المباراه. يعني مثلا الاهلي جاب جون، هنعمل ايه؟ سيناريو الماتش، اللعيبه تتصرف ازاي وتعمل ايه ويكون تصرفاتها ازاي لو الاهلي استقبل هدف مثلا. في الوقت ده اللعيبه المفروض انتوا كلعيبه تعملوا ايه في الملعب؟ ازاي تهدوا؟ ازاي تتقبلوا الهدف عشان تبداوا ان انتوا تدخلوا في الجيم مره ثانيه. حاجه مهمه جدا عملها وهي صوت جمهور الوداد، ابتدى ان هو يشغل لهم اصوات جماهير الوداد ان هم يتعودوا على صوت الجمهور اللي هيسمعوه في الملعب وهم هناك موجودين في المغرب. ابتدى ان هو يفهمهم ان ده مجرد صوت وان الجماهير فوق، انتوا تحت بعيد عنكم، افصلوا نفسكم تماما عن الجمهور اللي موجود في المدرجات فوق. يعني في جزء تاني ان هو بيعمله برده خاصه مع لعيبه منفرده، لو اللعيبه مثلا لعيبه عنده مشكله معينه بعد مباراه معينه مثلا، او هو نفسه اللعيبه عنده مشكله معينه وحابب ان هو يتكلم فيها مع الدكتور او اي حاجه تانية. فده باختصار كده دور المعد النفسي سواء بالفتره اللي فاتت او تحديدا قبل مباراه الوداد المغربي خلال الايام اللي فاتت دي. يعني ابو الشوق اتفضل. موضوع كهرباء، يمكن موضوع كهرباء رجع تاني في الساعات اللي فاتت، خصوصا انه موضوع كهرباء احنا كملنا فتره ما بنتكلمش فيه لانه ما كانش فيه متغيرات او كان فيه حاجات جديده نقدر نقولها عشان ما نبقاش زي كل مره ايه المحتوى يعني بيتكرر. موضوع كهرباء ناس كتير بدات تتكلم انه كهرباء هل هيقدر يلعب النهائي الافريقي ولا لا، كهرباء المهله تنتهي امتى بالظبط، الزمالك هيعمل ايه، الزمالك هيشتكي دلوقتي هيحصل ايه، الزمالك لو اشتكى ايه اللي هيحصل، ايه الاجراءات. دلوقتي انا جاي اشرح لك من الاخر الوضع الحالي. اولا المهله لسه تخلص بكره، كهرباء لسه قدامه لغايه بكره الساعه 12 بالليل لو حب ان هو يعني يبلغ الزمالك انه دفع الفلوس او تحويل او الكلام ده كله، ده مش هيحصل مبدئيا تمام. ولكن هو قانونيا لغايه بكره الساعه 12 بالليل الزمالك ما يقدرش يتحرك في اي حاجه تمام. بعد كده الناس بيقولوا مثلا الزمالك هيقدم الشكوى، تمام. فكره تقديم الشكوى مفيش ميعاد محدد للرد، يعني مش اول ما هي مش حاجه مش سيستم بتروح دايس فيروح موقوف في نفس اللحظه. يعني هو انت ممكن الزمالك يبعت يوم 11 اللي هو الصبح، ممكن ترد 12، ممكن ترد 13، ممكن ترد بعدها بخمس ساعات. حتى الان مفيش قرار. الوضع داخل نادي الزمالك دلوقتي ان في اقتراحين، في اقتراح ان دلوقتي الزمالك يتم تقديم الشكوى يوم 11 تمام، وبناء عليه اللاعب يبقى يعني املا انه ممكن يحصل حاجه، لكن 99.9% كهربا بيلعب طبيعي ومش هيترد على الشكوى في لحظتها، غير انه يعني المفروض انه سبت واجازه بره فالموضوع كده. الاقتراح الثاني وده اتقال انه يتم تاجيل شكوى كهربا لغايه شهر 9 مع بدايه الموسم، والزمالك يحق له ان هو ياخر انه يبلغ لجنه الانضباط ان اللاعب ما دفعش عشان ما يبتدي الست شهور، ما يحصلش زي السنه اللي فاتت ان اللاعب يتوقف من شهر 6 لغايه شهر 12 يبتدي يرجع من شهر يناير اللي هو ولاعب قدر يلعب بقيه الموسم. فبناء عليه الزمالك ما استفادش حاجه في الوقت ان في اقتراح الزمالك ان احنا ما نيجي نبعت لجنه الانضباط نقول لهم اللاعب ما دفعش الفلوس املا انه ممكن يدفع قبل شهر 9، لا الزمالك يبعت في شهر 9 يقول لهم فعمل ما يترد بعدها على طول، فيبقى ايقاف اللاعب يبتدي من شهر 9 ياخد 6 شهور، يبقى لشهر 3 يبقى الموضوع طول شويه. الزمالك حتى هذه اللحظه ما حدش تواصل معاه من اي حد من المقربين من كهربا. احنا كنا قلنا قبل كده زمان قبل 6 شهور انه كان بدات تتقال انه ممكن يعني يطلب تقسيط، وكنا شرحنا وقتها الزمالك كان رفض وقتها فكره التقسيط والكلام ده كله لغايه ما هو ابدا عقوبه 6 شهور. في الوقت الحالي كهربا اللي انا عارفه انه برده خلاص فرصه الاستئناف بتاعته خلصت، يعني كهربا خلاص هيتوقف اجلا او عاجلا. بس اللي هيفرق دلوقتي ان الزمالك بيحاول مع المحامي الايطالي سلفاتوري يشوفوا اكتر مكسب يقدر ياخده من الموضوع ده. ماشي. عبد البسط. النادي الاهلي وعلى راسهم الكابتن محمود الخطيب تواصلوا مع مسؤولين في الاتحاد المصري لكره القدم ومسؤول ايضا بالاتحاد الافريقي، وهم بعتوا خطاب رسمي هم طالبوا فيه بتحصين مباراه الوداد في النهائي، بيطالبوا ده من الكاف، وانه هذا التحصين ضد اي حاجه ممكن تحصل في المباراه اللي حصلت نهائي السنه اللي فاتت نهائي الموسم الماضي. هو الاهلي مش طالب حاجه زياده يعني، او طالب ان انا مثلا بقول لك لا، انا بطالب انه تبقى مباراه كره قدم اي شيء خارج، فاحنا بنطالب بانه يبقى في مراقبين زياده لهذه المباراه بتدوين كل ما يحدث اذا حدث، بانه التحكيم عداله تحكيميه تبقى موجوده في هذه المباراه. والنادي الاهلي خد الخطوه دي على لما سالت المسؤولين في اتحاد الكوره او في الاتحاد الافريقي، قالوا ان الخطوه دي استباقيه علشان خاطر النادي الاهلي لا قدر الله اذا حصل اي
شيء يبقى هو محضر من الاول ومنبه، لانه الاهلي مش هيعدي المره دي زي المره اللي فاتت، اذا تكرر الامر فيقدر يلجا للخطوات القانونيه بتاعته ويشتكي بعد هذا النهائي. يعني الاهلي عشان يبعت للاتحاد الافريقي يبعت من خلال اتحاد الكره المصري، هو بيبعت لا عند دلوقتي السيستم انت بعت مش شرط من خلال اتحاد الكره، ولكن تواصل مع اتحاد الكره علشان اتحاد الكره يبقى مع النادي الاهلي، وتواصل مع مسؤولين في الكاف، وهو كل الخطاب بتاع الاهلي خطاب يعني تحصيل للمباراه ضد اي شيء خارج بس لا اكتر ولا لا، ومع العداله التحكيميه يعني في هذه المباراه. ده كلام عظيم. خلونا نروح لفصل، وبعد الفصل نرجع نكمل معلوماتي مع نجوم. خليكم تفضل يا استاذ ريهام. مهاجم الاهلي والكلام الكتير اللي بيتقال برضو على مهاجم الاهلي خلال الفتره اللي فاتت هنتكلم فيه برضو تاني. يلا. كراساو او كراسو لاعب سانت اتيان، طبعا اتردد كلام خلال الفتره اللي فاتت، وانتشرت صوره من زوم ميتنج لمدير تعاقدات النادي الاهلي مع ناس تانية على انها جلسه تفاوض وان الموضوع خلاص بيخلص وكده، وان هو مهاجم النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. بص، هي الصوره حقيقيه بس الصوره من فتره، يعني مش في الوقت الحالي. زي ما قلت لك قبل كده ابراهيم، وباكد على الكلام بتاعي تاني، النادي الاهلي حاطط بدايل كتير جدا، منهم الاسم ده، وزي ما كنت قلت لك قبل كده على حمزه هنوري وعلى سامبو. النادي الاهلي مش بس بيحط الشورت ليست دي، لا هو بيتواصل كمان مع الوكلاء بتاعهم، بيبتدي ان هو يشوف طلبات اللعيبه دي، اللعيبه دي ممكن تاخد كام، الانديه بتاعتهم ممكن تاخد كام، الحاجات دي. يعني مثلا سامبو لاعب الوداد، مهاجم الوداد، انا عندي معلومه ان مدير تعاقدات اتواصل مع الوكيل بتاعه في شهر ابريل اللي فات. بص ابريل واحنا دلوقتي في يونيو، وبالفعل سأل وكيله عن الفلوس، اللاعب ده ممكن ياخد كام، النادي بتاعه ممكن ياخد فلوس قد ايه. فالقصة كلها لا تتعدى ان هو يعني استطلاع رأي، وان هم يشوفوا اللاعب عنده مشكلة ان هو يجي يلعب هنا ولا لا، فلوسه قد ايه، الحاجات دي كلها. وزي ما قلت لك ان هي شورت ليست وفيها الاسامي، وهو من ضمن فعلا الاسامي الموضوعة، وان الصورة دي قديمة مش في الوقت الحالي. عظيم. شوقي اتفضل. الكلام كتير عن طارق حامد، مصير طارق حامد، يمكن بعد صفقة كريم بنزيما طبعا تاريخية لاتحاد جدة السعودي، بدأ الكلام على صفقات كتير، بدأ الكلام على نجولو كانتي، بدأ الكلام على انه في اكتر من صفقة، فبدأ الكلام كتير عن فكرة الاجانب داخل نادي اتحاد جدة، وكان من اهم الاسماء اللي كانت قال عليها هي طارق حامد، بالكمان ان في ناس طلعت قالت انه طارق حامد تم الاستغناء عنه رسميا وحصل على كل مستحقاته وتم انهاء التعاقد. انا بقول لك على مسؤولتي الشخصية، حتى هذه اللحظة طارق حامد ما زال لاعبا داخل اتحاد جدة، اللاعب ما تمش كل الكلام اللي طلع ده مش حقيقي، لاعب لم يتم ابلاغه باي حاجه حتى هذه اللحظه، لاعب خلص الموسم وكان في تواصل وعلاقته جيده جدا باداره اتحاد جده وما بلغوش باي حاجه، وهو في اجازه دلوقتي. حتى الان انا شايف الموضوع 50-50 اذا كان طارق يكمل او طارق يمشي. في بدا كلام، او يعني حتى كاتريا بتتكلم معايا قبل الهواء، انه نقوله كانتي في كلام انه فشل في الكشف الطبي، كلام حتى الان مش واضح ايه اللي حصل بالنسبه لنجولو كانتي، ولكن حتى فكره نجولو كانتي ممكن يبقى في اسامي ثانيه مرشحه في ظل انه الاتحاد جده عايز يعمل صفقات كتير. لكن طارق حتى هذه اللحظه الاجانب احنا عارفين ده السعودي 8 اجانب، فالموضوع يعني طارق اسمه حتى الان ما تمش ابلاغه. طيب الزمالك من الاخر، الزمالك كان في اجتماع امبارح لجنه كوره، تم طرح اسم طارق حامد، تم اقتراح انه هنشوف موقف طارق وانه حتى ممكن نتكلم معاه نشوف موقفه ايه، والاداره برضو تم الحديث وتم الاقتراح اسم طارق حامد، لكن حتى هذه اللحظه مفيش تواصل دايركت، لانه حتى الان هم لما جم الاداره مرحبه، الاداره مرحبه، ماشي الاداره مرحبه بوجود طارق حامد، حتى هذه اللحظه هم محدش اتكلم دايركت، لانه هم حتى الان اللاعب لما جم تم الاستفسار من المقربين منه قال له هم لاعب حتى الان ما عرفش مصيره ايه، واللاعب ممكن يبقى موجود في السعوديه مع اتحاد جده، خصوصا انه في كلام كتير انه بدا يتقال من بعيد لبعيد لطارق انه في عروض اخرى في انديه ثانيه سعوديه حتى لو مش من اتحاد جده. فمصير طارق انا اتوقع خلال اسبوع هيبان مصيره ايه. عبد الباسط اتفضل. لما الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين يعني ضرب كرسي في الكلوب كده بالنسبه لاتحاد الكوره ورابطه الانديه، فاتحاد الكوره قرر بعض القرارات هيتم الاعلان عنها خلال الفتره اللي جايه او الناس هتشوفها على طول. ابرز هذه القرارات هو تعديل عدد كبير جدا من بنود العقد بتاع اللعيبه والانديه، العقد اللي هو بيبقى 4 نسخ اللي بيروح للعيبه والانديه والمناطق والاتحاد. وكمان هم قرروا ان هم اضافت بنود بتحفظ حقوق الانديه واللاعبين، مثلا في بند وليكن انه اللاعب لازم يشارك 10%، دي لائحه اتحاد دولي، هذا البند مش موجود في العقد، لا انا هلزمك بيه في العقد، مش هستنى لما اللاعب يروح يشتكي وياخد حقه منك. يعني عدد كبير جدا من هذه البنود هيبقى موجود مع تغيير لون العقد، فده في مشكله هنا بالنسبه للانديه واللعيبه الصفقات الجديده.
مثلا الاهلي جاب ايه تغيير لون العقد يفرق في ايه؟ الكتابه خط يعني العقد مثلا السنه دي لونه اخضر بالكتابه بتاعته خضراء فهيغير اللون خلينا فوسفوري يعني مثلا يعني فانا غيرت اللون فمثلا الاهلي خد توقيع احمد شوقي فخلاص التوقيع ده مش هينفع يعتاد من اتحاد الكوره انا ليه بغير اللون؟ في حاجه تغيير اللون ده دايما بيعملوه كل كام سنه ويعتمدوه من الفيفا لانه تغيير اللون مع تغيير صيغه الكلام مع البنود يعني بيمنع انه في نادي يقول لك انا ممضي اللاعب ده من سنتين ماشي من ثلاث سنين وهكذا يعني ماشي فهم هيعملوا ده طب واحد مثلا فاضل له سنتين مع نادي بتشتغل على القديم لحد ما الجديد يوصل لك يعني دي نمره واحد نمره اتنين مجلس الاداره اتخذ قرارا في اجتماعه وقرروا ان هو يتعمل لجنه لفض المنازعات منها ست اعضاء من جمعيه اللاعبين المحترفين اللي بيرأسها الكابتن مجدي عبد الغني وست اعضاء من رابطه الانديه ورئيس ونائب بيعينهم اتحاد الكوره ده هيخرج للنور بحيث ان هو يتم تطبيقه بدايه الموسم المقبل وده رد على ما اصدره والله كويس اصل انا بيني وبينك ما بحبش المعافره في الغلط يعني طالما احنا ما احنا عارفين ان احنا عندنا حاجات كتير مش ماشي كويس فكره ان انا ما عنديش وابقى معافره في الغلط ويبقى عندي تصحيح مسار يعني ده انجاز الانجاز التعب ده لو يعني ده لو اللي انت بتقوله ده اتنفذ هيحصل لا لو اللي انت بتقوله ده اتنفذ ب 10 على 10 يعني تصحيح المسار لصالح لصالح شكل الكره المصريه الحقيقه هو يعني هيحصل والحالتين اللي الناس بتتكلم عليهم هو حصل حالتين فعلا في الدوري المصري ولكن في القسم الثاني والحالتين دول هم اللي عملوا الضجه واللعيبه مشيت ما كانتش خدت فلوسها ولكن احقاقا للحق يعني هو ده لازم يحصل ما بين اذا كان الاتحاد المصري نفسه ما عرفش حقوقه يعني حالتين بس ايه ده الاسماعيلي لوحده في ثلاث حالات الشكاوى اللي وصلت لبره اللي راحت للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين هم حالتين في القسم الثاني لكن كشكاوى امام الاتحاد الدولي والمحكمه الرياضيه واحنا من اكثر بلدان العالم وقلت الكلام ده هنا قبل كده عندنا شكاوى في فرع الشكاوى باسمنا يعني مخصوص ريهام اتفضلي عرض قطري جديد للاعب تاني غير حمدي فتحي خالص وهو كريم دبيس لو تفتكر كريم كان من ضمن الصفقه بتاعت وادي دجله للنادي الاهلي لعيب كويس جدا بينضم للفريق الاول العرض وصل بالفعل للنادي من فتره قريبه النادي القطري في البدايه كان عايز هو يعني في الدوري الممتاز في قطر ام صلال بالمناسبه اللي هو هيدربه كارتيرون وكارتيرون برضو عارف اللاعب من ايام ما كان بيدرب وادي دجله والناس كمان الاسيستنت بتاع كارتيرون عارف اللعيب كويس جدا القصه ان اللاعب هناك عندهم خمس اجانب منهم اثنين تحت 23 سنه فهم عايزين كريم في الاثنين اللي تحت 23 سنه النادي كان بيفكر ان هو يشتري اللاعب شراء نهائي لكن اللاعب حابب ان هو يكمل في الاهلي فعلشان كده عايز يطلع اعاره بس هل تم مناقشه العرض ولا لا العرض لحد دلوقتي مركون في النادي هيتم مناقشته بعد نهائي دوري الابطال مع باقي العروض اللي موجوده للعيبه الثانيه يعني شوقي اتفضل يمكن كنت قلت في الخبر اللي فات ان كان في اجتماع لجنه كوره امبارح داخل نادي الزمالك اجتماع لجنه الكوره واللجنه الفنيه داخل نادي الزمالك عشان اكتر من ملف يمكن هنحاول نشرح كده خبرين في بعض او يعني موضوعين مختلفين ممكن يكون ليهم علاقه ببعض. اول حاجه عايزين ناكد على نقطه اوسوريو لم يتم عرض عليه اي لاعب مصري او اجنبي حتى هذه اللحظه. ماشي. تمام؟ عشان الكلام اللي اتقال ان في لاعب اصلا اوريدي مضت مفيش حد مضى لانه اصلا الراجل ما خدش القرار باي لاعب. مفيش حد مضى. مفيش حد مضى. ماشي. تمام؟ اللي بيحصل دلوقتي انه يعني اتفاقات كلام تجهيز ملفات عشان يتم عرضها على المدرب. يمكن من اهم الحاجات اللي كان تم الكلام عليها وكنت قلت عليها المره فاتت ان هم هيتم عقد جلسه مع اوسوريو هيقولوا له من الاخر انت مين اللعيبه اللي خارج حساباتك تماما ومين اللعيبه اللي ممكن تديها فرصه في الاربع ماتشات اللي ناقصين لغايه نهايه الموسم اللي خارج حساباتك تماما هيبتدي الزمالك يستخدمهم في ان هو يفكر في الصفقات التبادليه يمكن برضه الناس هتسالني طب وبالنسبه لايقاف القيد اللي انا عارفه ان الزمالك خلاص يعني هو بيشتغل دلوقتي ان هو يلم الفلوس عشان يقدر يدفع المليون ونص السبورتنج لشبونه لان هو ما فيش فيهم مفر يعني ما ينفعش تاجلهم ولا الكلام ده كله مش هتدفع مش هتقيد فالزمالك جماهير شايفه والاداره شايفه انه لازم تقدر تحل المشكله دي في الوقت الحالي في نفس الوقت هو هيقول الراجل بلغنا مين اللعيبه اللي مش عايزها مين اللعيبه اللي عايزها عشان نقدر نحسم الموضوع هقول لك برضو الاسامي او 90% من الاسامي الاجانب اللي تعرضت على لجنه الكوره بالاسماء اول اسم هو حسام الدين مرزيق هو لاعب جزائري بيلعب في شباب بولسداد هو بيلعب في المنتخب المحليين وهو لاعب بيلعب مركز ستة تمام تعرض برضو الياس شتي اللي هو لاعب الجزائري اللي هو بيلعب في فرنسا وكان بيلعب في الترجي التونسي وفي كلام اتقال انه مضى انا بقول لك ما مضاش ماشي يعني زي ما كنت قلت قبل كده هو ما مضاش تم عرض برضو ايمن محيوس هو مهاجم منتخب الجزائر وهو لاعب اتحاد العاصمه الجزائري ولكن برضو حتى الان كل دي اسامي بتتعرض
يمكن برضو كان في مهاجم استراليا قطري كارلوس ستراتبيج، وهو من اللعيبه الفريق، ولكن اللي انا عارفه ان هو طلباته الماليه كتيره، ما كان تم الكلام معاه من بعض الناس القريبه من نادي الزمالك هو قال لا. في نفس الوقت يعني في اقتراحات وفي اسامي زي ما بيقولوا الزمالك بدا يتابعها، بدا يتابع الدوري المغربي، بدا يشوف اولويه الزمالك. اللي انا فاهمه الزمالك مش عايز يعمل اكتر من 5 صفقات، من 5 لـ6 صفقات، ده تفكير حتى هذه اللحظه داخل نادي الزمالك. 5 صفقات ايه؟ اجانب على اجانب على مصريين، على مصريين. هم شايفين السوق المصري مش هيبقى اكتر من 3 لعيبه مصريين بحد اقصى، الا بقى لو في مثلا ايه حصلت مفاجات ان في لعيبه مشيت من الفرقه، يعني مثلا يعني حاجه مثلا لو حارس مشي هتحتاج تجيب حد تاني، لو الكلام ده كله. لكن بشكل عام هم شايفين انه ممكن يبقى 3 اجانب و3 مصريين، هو ده الشكل الاقرب، في ظل انه الراجل حتى الان برضو ممكن اقول لك حاجه برضو عن تفكير الراجل. الراجل تفكيره في المراكز حتى هذه اللحظه هو اولويه بالنسبه له رقم واحد مدافع بيلعب برجله الشمال. أيوة. تمام، في ظل طبعا اصابه الونش وان هو عنده مشاكل في خط الدفاع. رقم 2 مهاجم، لانه سامسون خارج حسابات الراجل، فهو محتاج مهاجم يبقى موجود مع سيف الجزيري. رقم 3 لاعب وسط. لاعب وسط دي هو الاول كان بيفكر في مركز 6، لكن بعد تالق دونجا وتطور مستواه بدا يفكر انه يبقى في لعيب مركز 8 بيلعب برجله الشمال عشان ينفذ خطته وطريقه لعبه. من المنتظر ان هو في الاول يحدد فكره مين الراحلين، وبعد كده هيبتدي يفكر في ملف الصفقات. لكن باكد لك المره الثانيه والثالثه والرابعه مفيش لعيب اتعرض مصري او اجنبي على الراجل عشان ياخدوا رايه بشكل نهائي منه. عبد البسط، بند الـ8 سنين، واحنا عارفين ان هو بدا يتم تطبيقه في اتحاد الكوره على المنصب، يعني انت خلاص بقى لك 8 سنين في العضويه، فلازم عشان تكمل في اتحاد الكوره تروح على نائب الرئيس، كملت 8 سنين تروح على الرئيس. يعني خليني اقول لك انه مفاجاه من المفاجات انه اعضاء اتحاد الكوره بيتحركوا بالفعل لالغاء هذا البند، لانه البعض منهم شايف ان هو توبه في العضويه، فانا خلاص انا عديت 8 سنين. طب انت صعب عليك ان انا شكرت فيهم الفقره اللي في لا والله ابدا، بقول لك صعب عليك ان انا شكرت فيهم، بقول لك معلومه والله للاسف. يعني هم بيحاولوا يغيروا البند وفي مقترحات بده، وانا عارف ان الجمعيه العموميه هترفض هذا الامر، لان هم شايفين اللي مش هيقدر في العضويه، العضويه انت عندك 8 اماكن مثلا او 9 اماكن، انت هتروح في النائب على واحد، فهتبقى الخناقه كبيره، فهم بيحاولوا يعملوا ده. منصب الرئيس بينطبق عليه هذا الامر، ولكن المعلومه اللي عندي ان استاذ جمال علام مش هيترشح تاني لانتخابات اتحاد الكوره، فهو رافض هذا الامر، ولكن هذه التحركات بتتم من الاعضاء خلال الفتره اللي جايه تسمع عنها. يعني اروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل الكلام، مفيش فايده. اتفضل يا استاذه ريهام. عندي خبر مهم الناس كلها عايزه تعرفه، بس قبل الخبر المهم ده بس عايزه اوضح بس توضيح صغير عشان نوضح ان احنا يعني احنا الحمد لله متشافين جامد جدا والناس بتستنى اخبارنا. ففي بس كلام اتحور على السوشيال ميديا عن لساني، يعني ان النادي الاهلي بيتفاوض في الوقت الحالي مع سامبو مهاجم الوداد. الكلام ده مش صح، انا اصلا قايله معاك من شهر لو تفتكر او شهر ونص، واساسا دلوقتي وانا بقول في الخبر قلت ان اتواصلوا المفاوضات كانت في ابريل، وده ما كانش الوداد اساسا اتاهل للنهائي ولا الاهلي كان يعرف ان هو هيتفاوض للوداد عشان يبقى مش عارفه المنافسه الشريفه والكلام الغريب اللي بيتقال على السوشيال ميديا ده. ندخل للخبر المهم، وهو هل يتعرض النادي الاهلي للايقاف بسبب طبعا ازمه رمضان صبحي ونادي هيدرسفيلد. من فتره كان المفروض ان نادي هيدرسفيلد خد حكم على النادي الاهلي في ان هو ياخد مكافئات وحاجات قديمه من وقت رمضان ما كان لسه بيشارك مع النادي الاهلي دوري وافريقيا وحاجات من دي، والنادي الاهلي كان قدم طعن، الكاس رفضت الطعن ده. بالفعل القرار وصل للنادي الاهلي خلال الاسبوع اللي احنا فيه ده اللي فات قصدي، بالفعل برفض القرار، وان هم المفروض يدفعوا 300,000 استرليني او هيتعرض النادي الاهلي للايقاف 3 فترات قيد. بس اللي نشر الخبر يا ابراهيم هو ما نشرش الخبر كامل، يعني هو نشر قرار بس كاس، لكن ما نشرش ان النادي الاهلي خلاص هو اوريدي ما فيش اي مشاكل. يعني النادي الاهلي بدا فعلا البروسيس او الاجراءات ان هو يدفع الفلوس، فما فيش اي ايقاف ولا في اي حاجه من الكلام ده هتحصل، لان النادي الاهلي بالفعل بدا فعلا في تسديد الفلوس. فانا بطمن الجماهير لا في ايقاف ولا في اي حاجه، الخبر بس كان منقوص ان النادي الاهلي بالفعل بدا ياخد اجراءات السداد. يعني اتفضل يا شوقي. هسألك على سيف جعفر بالمناسبة كمان. اتفضل. سيف جعفر. سيف جعفر حتى الآن ما حصلش جديد من بعد الجلسة اللي كانت جمعته بمسؤولي الزمالك. اللي أنا عارفه إن إدارة أو مسؤولي بيراميدز بدأوا يرجعوا يكثفوا مفاوضات تاني مع سيف، في ظل إنه الوقت الحالي ما جددش وهم خلاص خلصوا موضوع يوسف، موضوع يوسف انتهى تماما، ما بقاش فيه خلاص خط الرجعة مع نادي الزمالك، فبدأوا يفكروا في موضوع سيف
وبداوا يتكلموا مع سيف تاني للمره الثانيه. سيف بدا يفكر، ولكن حتى الان هو منتظر الزمالك. لكن انا بقول من وجهه نظري الموضوع ده خلال اسبوعين ثلاثه هيبان نهايته، اذا كان هو هيجدد نادي الزمالك او ان هو ممكن ينتقل لبيراميدز، مع انه كان اتقال له انه في عرض اماراتي، كنا قلناه من حوالي اسبوعين انه عنده عرض من احد انديه دبي، ولكن حتى الان العرض لسه ما وصلش بشكل رسمي نظرا لانه اتقال له شفهي. فموقف سيف اظن خلال اسبوعين عواد موقفه ايه؟ عواد اللي انا عارفه ان عواد في الوقت الحالي هو تفكيره انه ممكن ان هو عايز يمشي نهايه الموسم. ده تفكيره حتى هذه اللحظه ان هو بيفكر يمشي نهايه الموسم. هو عنده اكتر من عرض، اهمهم من نادي فاركو، خصوصا فاركو كان عندها ازمه، كانت ممنوعه من القيد، فيعني ايه محتاجه دعم من مركز حراسه المرمى. وتم الحديث مع عواد، او تم طرح اسم عواد، غير ان انا سمعت برضو في اسمين بداوا يتقالوا، هو اسم مصري بورسعيدي، لانه جاد في كلام برضو انه ممكن ما يكملش مع المصري بورسعيدي محمود جاد اللي هو الحارس كان انتقل من انبي في بدايه الموسم. بالاضافه انه بدا يتقال انه يعني، بس انا عارف انه لسه بدري، لكن بدا يتقال اسمه في نادي زبد. ماشي الكلام. اتفضل عبد الباسط. بيريرا رئيس لجنه الحكام عمل لائحه وخلصها، بس في حاجه استوقفتنا عندها يعني لحد ما نجيب اللائحه ان شاء الله، انه الراجل هيعمل السنه الجديده تقييم للحكام، التقييم ده هيوديه لتصنيف، هيعمل هذا الامر على مستوى الاتحاد ومستوى المناطق، بحيث انه هيبقى الحكام تصنيف اول، تصنيف ثاني، تصنيف ثالث. فالتصنيف الاول انت هتدير مباراه دوري ممتاز، التصنيف ده بيتغير مع التقييم اللي هو بيعمله هو واللجنه بتاعته. الموضوع هنا انه من السنه اللي جايه انه الحكم بيحكم مباراه في الدوري الممتاز مثلا وليكن ب 7500 جنيه، في القسم الثاني ب 5000. هو لا عايز يعملها حاجه ثانيه خالص، يعني انه الحكم هيقبض بالتصنيف. لو انت تصنيف اول فمباراتك اللي هتديرها سواء قسم اول او مباراه مثلا فاصله في القسم الثاني هيبقى مرتبك كذا. وهيغير في اللائحه لان هو شايف ان عدد الحكام المصريين كتير جدا كتير جدا، والفلوس كتير جدا اللي بيصرفوها والمديونيه، فهو عايز يقلل ده، فهو عايز يعمل موضوع التصنيف ده من ضمن التطوير اللي الراجل عايز يعمله، مع تغليظه العقوبات هتبقى مغلظه بايقافات بنزول لدرجات ثانيه وثالثه ورابعه، فده هنشوفه الفتره اللي جايه ان شاء الله. لو عملوا له جروب هيخلصوا عليه؟ لا لسه ما اتعملش. لسه ما اتعملش الجروب بتاعه هو لسه. اللي حواليه بره اتعمل يعني. جروب المناهضين. على بركه الله. المناهضين فعلا. عبد الباسط بشكرك شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك. شرفتنا ونورتنا. شكرا. ريان بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جدا يا ابراهيم. شوقي بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا وكالعاده متالقين. دي كانت حلقتنا النهارده، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر فريق العمل بالكامل. بكره ان شاء الله باذن الله نهائي دوري ابطال اوروبا، وهيبقى عندنا مراجعه ليله الامتحان لنهائي دوري ابطال افريقيا، فاستنونا بكره في حلقه خاصه واستثنائيه جدا جدا. تصبحوا الف خير. سلام عليكم.